المحاضرة الثالثة من مادة اللوجيك. طبعا في المحاضرة الماضية أنا حكيت عن إنه الناند يونيفرسال جيت بقدر أمثل فيها النوت والأند والأور جيت. هلا بالناند بدنا نمثل إكسبريشن، لكن هذا الإكسبريشن فيه 3 إنبوت جيت. 3 إنبوت جيت عشان نحولها ل 2 إنبوت جيت بدي أوزعها. بدنا نشوف الطريقة بهذا المثال. طالب مني design a circuit using two input NAND gates only to represent the expression f يساوي xyz زائد xw prime. xyz كيف بدي امثلها؟ بيناتهم ضرب بدي امثلها بالاند جيت. بدي احطهم كلهم inputs بالاند جيت، راح يصير عندي 3 inputs. هون طالب عندي 2 inputs NAND gate. بينفعش يصير عندي 3 inputs بجيت واحدة، لانه طالب عندي بالسؤال 2 inputs. عندي 3 input بدي اوزعهم على 2 input في gate واحدة، بعدين احطهم الاوتبوت كله مع الانبوت الاخير بجيت تاني. يعني هون عندي بدل x y z كلهم محطوطين في and، بوزعهم x و y في and وباخذ الاوتبوت تبعتهم بحطه مع ال z برضه في and. هيك انا وزعتها وخليت كل gate عندي الها 2 input بس، عشان السؤال طالب عندي ب 2 input بدي امثلهم. انا هيك مثلت الاكسبريشنز ب اند اور نوت، بدي امثله برضه بالناند جيت. عشان امثله بالناند جيت بدي ابدل بالاند بما يكافئها بالناند جيت زي ما حكيت لكم بالمحاضره الماضيه، والاور بما يكافئها بالناند جيت، والنوت بما يكافئها بالناند جيت. انا هيك مثلتها بما يكافئها من كل جيت بما يكافئها بالناند جيت. بعدين بدي الاحظ انه هون عندي صار اثنين نفي قدام بعض، فنفي النفي بده يروح، بدي اشطب هاي هاي وهاي بدي اشطبهم مع بعض، لانه نفي النفي طبعا بروح زي ما بنعرف، وهاي وهاي فيهم نفي النفي، يعني نفي بعديها نفي بدي اشطب تنتين. فهاي الرسمه مش معتمده لاني لازم الغي نفي النفي لانه خط فاضي، فبصير عندي هاي الجيت النهائيه بتاعت السؤال. ممكن يطلب مني compute the level of the circuit، احسب الليفل تبعتها. عشان احسب الليفل حكيت انا بالمحاضره الماضيه وبعيد في هاي المحاضره، بدي اعد الجيت من البدايه للنهايه كخط واحد. طبعا اذا كان عندي نفي بالبدايه ما بحسبه، هون عندي نفي بالبدايه ما بدي احسبها، وبدي اخذ الطريق الاطول. هون عندي 1 2 3 4 وبالبداية ما في نفي، فإذا هاي السيركت تتمثل عندي ب 4 ليفلز. هلا على الدرس اللي بعده عندي النور جيت. النور جيت بيحكوا لها برضه يونيفرسال جيت زي الناند جيت. بنقدر نمثل فيها النت والاند والاور. النت باخذ التو انبوت بحطهم بنور جيت عشان نشوف الاكسبريشن تبعتها. اكس زائد اكس كلهم برايم، اذا وزعت البرايم بالداخل بصير عندي اكس برايم دوت اكس برايم، واذا كان عندي بالدوت طرفين زي بعض بامكاني اخذ طرف واحد منهم، فعندي اكس برايم دوت اكس برايم فبصير اكس برايم، وهي بتمثل لي النوت. والاند هلا الان بدي امثلها بالاورجي بالنور جيت. اول اشي بنفي الانبوت الاول بالنور، وبنفي الانبوت الثاني بالنور، بجمعهم برضه نور جيت. الاكسبريشن تبعتها بما اني نفيت الاول حتصير عندي اكس برايم، ونفيت الثاني واي برايم، وبناتهم بلس وكلهم برايم لاني حاطهم بنور جيت. اذا دخلت البرايم على القوس اكس برايم حتصير اكس، والبلس حتصير دوت، والواي برايم حتصير واي. هلا هون بصير عندي اكس دوت واي، يعني اكس ضرب واي، يعني هي نفسها للاند. والاور بمثلها عندي باخذ التو انبوت بحطهم بنور جيت، وبنفي الاوتبوت بالنور جيت. بصير عندي هون اكس زائد واي كلهم برايم وبنفيهم، فبصير عندي نفي النفي، بضل عندي x زائد y وهي برضو بتمثل لي الاور. في عندي هذا المثال.
طالب مني draw the circuit using NOR gate only to represent the expression. في عندي هذا الإكسبريشن اللي هو x زائد y كلهم مضروبين في z برايم. أول إشي برسمه باستخدام الـ OR والـ AND والـ NOT، بعدين بحول كل واحدة بما يكافئها بالـ NOR gate. عشان أرسم هذا الإكسبريشن برسم لكم إياه. عندي هون x، أول إشي الأولوية للقوس طبعا x، وهي y بما إنه v بيناتهم بلس يعني الـ OR gate، هاي الـ OR gate. بعدين مضروبين كل الاوتبوت كله مضروب في زد برايم، ناخذ خط من الزد وبنفيه بالاول، بعدين بما انه بيناتهم ضرب بحطهم بالاند جيت. انا هيك مثلتها بالاور والنوت والاند، بدي احول هاي بما يكافئها بالنور جيت. باخذ اول اشي الاكس والواي واحطهم كلهم بالنور جيت، بعدين باخذ الاوتبوت او النور، باخذ الاوتبوت وبنفيه بالنور جيت. عفوا بعدين عشان امثل عندي النوت، هاي زد النوت بتمثل عندي بالنور نفس الناند لكن باستخدام النور، هاي خط من الاوتبوت. عشان امثل الاند هاي اول اشي بنفي الانبوت الاول، نفيته باستخدام النور، وبنفي الانبوت الثاني باستخدام النور، بعدين بجمعهم مع نور جيت. طبعا هاي الرسمة بدنا نشوف ايش بنقدر نختصر منها عشان نعتمدها. بما انه عندي هون نفي باستخدام النور وبعدين نفي باستخدام النور يعني نت وبعده نت، نفي النفي يعني خط مستقيم، وهاي عندي هون نفي النفي، نقدر نشطب هاي نقدر نشطب هاي. فالرسمة الأصلية بتصير الرسمة النهائية، هاي اكس وهاي واي وهاي النور جيت والزد. هون احنا اختصرنا هدول مسحناهم، شو بصير عندي؟ الرسمة تتكون بس من تو ليفل، هاي ون هاي تو ليفل. شوف الرسمة اللي عندنا مطابقة تماما. طبعا ممكن يعطيني truth table زي هذا المثال، وطلع الاكسبريشن من هذا التابل زي هذا المثال هون، give the expression if from the table. هون راسم لي التابل وطالب مني الاكسبريشن تبعتها. في عندي انا طريقتين اللي اعطاني اياهم الدكتور طبعا. الطريقه الاولى اللي هي sum of min terms والproduct of max terms. شو بتحكي طريقه sum of min terms؟ اني اروح على الوحدات الموجوده في الاوتبوت واشوف الانبوتس اللي جواتها. اذا رحت على الواحد هون بالاول بدي اخلي كل انبوت كان بداله صفر يعني برايم. يعني اذا اخذت هذا الواحد بدي افوت هون جوا، الاكس عندي صفر بدي احطها اكس برايم، والواي واحد بدي اخليها زي ما هي، والزد صفر بدي اخليها زد برايم. طبعا بيناتهم ضرب، بحط اشارة الجمع، بروح على الواحد الثاني بدخل لهون. طبعا هون اكس برايم ضرب واي ضرب زد لانها واحد برضو. بعدين بروح على الواحد هاي وبفوت جوا، هون في عندي اكس زائد اكس واي برايم زد، لانه مكان الاكس في واحد بخليها زي ما هي، بما انه في مكان الواي زيرو بحط عليها برايم، بما انه هون مكان الزد واحد بخليها زي ما هي. هون كل حد عناصره بيناتهم ضرب، وبفصل بين الحدود باشارة البلس
و بكمل هون بالوحدات وبدخل مكان الانبوتس. اذا دخلت مكان الواحد هاد هون عندي مكان الاكس واحد بخلي